إفريقيا هيكون ليها النصيب الأكبر من هذه الزيارة، خصوصا أنه هيتم خلال الزيارة عقد قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، وسيلقي الرئيس السيسي خلال هذه القمة الضوء على مختلف الموضوعات اللي بتهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مع ضرورة تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها. إحنا معانا على التليفون دكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. دكتورة سالي مساء الخير، وشايفة إزاي أهمية عقد هذه القمة من أجل دعم اقتصاديات إفريقيا؟ أهلا يا فندم. يعني بداية كده القمة مهمة جدا، مهمة في ضوء المسؤولية اللي الدول المتقدمة بدأت تشوفها تجاه الدول الإفريقية، خصوصا في ظل ما نعانيه من أزمة كورونا، يعاني العالم أجمع من أزمة كورونا. فالفكرة بدأت في أنه صندوق النقد الدولي أعلن أن أفريقيا داخلة على مرحلة من الخطر تقدر بحوالي 290 مليار دولار هيكونوا مطلوبين منها في 2023. وطبعا ما ادى لزياده ودع ويعني تضاعف هذا الخطر، معدلاته زادت جدا نتيجه كورونا ونتيجه اعباء الديون المثقله بيها الدول الافريقيه ونتيجه خدمه الدين اللي مطلوبه في نفس الوقت اللي مطلوب فيه يعني ان القاره تستعيد النمو الاقتصادي فيها بعد حاله الركود اللي مر بيها العالم كله في 2020. كانت الحلول المتاحة يعني أو اللي عرضتها مجموعة العشرين ونادي باريس وعدد من الدول المتقدمة إنهم يحسوا صندوق النقد الدولي على عمل حقوق سحب خاصة للدول الإفريقية، وفعلا بدأوا يعملوا كده. المفروض إن حقوق السحب الخاصة دي هتقدر بحوالي 650 مليار دولار، ولكن فرنسا ونادي باريس شايفين ان المبلغ ده غير كافي لان اللي هيكون مخصص لافريقيا فيهم حوالي 34 مليار دولار. طب الحل الثاني يتم صندوق النقد الدولي يقوم ببيع ذهب للدول الافريقيه بدون فوائد، بحيث ان القروض دي يعني انها تاخد مجموعه من القروض من صندوق النقد الدولي بدون فوائد، وان الفلوس دي تخصص لمواجهتها للكورونا من ناحيه، الواردات اللي بتقوم بيها في شكل مستلزمات طبيه، في شكل اجراءات احترازيه للكورونا. الحل الاخير بقى اللي عرضته القمه دي وهو ده كويس جدا واضافه، ان هو فكره طيب توجيه استثمار اجنبي مباشر للدول الافريقيه في مختلف القطاعات وخصوصا القطاع التكنولوجي، باعتبار ان القطاع ده هو اكثر القطاعات اللي بقت ليها اهميه فارقه وملموسه خصوصا في وقت الكورونا. فبحيث انه يتم يعني دفع حاله من تمويل للدول الافريقيه من ناحيه، وفي مقابل هذا التمويل حاله من تحقيق التنميه الاقتصاديه في شكل مشروعات تنمويه متعدده، القاسم المشترك ليها نقل التكنولوجيا. طب لأي مدى القمة دي بتعكس الدور الحيوي لمصر لتحقيق نمو اقتصادي في القارة الإفريقية دكتورة، خصوصا أن الرئيس السيسي خلال القمة سيلقي الضوء على تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي؟ أنا بشوف أنها بتلقي الضوء على مصر من أكتر من زاوية. أول زاوية أهمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واللي مصر بتبدأ يبقى لها ليها يعني توجه فيه، وأنها بتحاول أنها تخلق لنفسها استثمارات فيه وباسمها. تاني حاجة فكرة إن مصر بقت متحدث قوي على المستوى الدولي للشأن الإفريقي، يعني بقت بتنقل صورة إفريقيا، بقت بتتكلم على إنه أحد أولويات مصر هي تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية، بتقول إن إمبريلا مصر هي خطة تنمية إفريقيا 2063، هي دي المظلة اللي مصر بتتكلم بيها وبتنادي بيها طول الوقت لتحقيق أهداف الخطة، باعتبار أن مصر أحد الدول اللي ساهمت في إعداد هذه الخطة. فكل ده يعني بيلقي الضوء على أنه مصر، وده ما جاش من فراغ، يعني ما جاش من أنه بادي لسه ذي بدء، يعني بقاله فترة الرئيس السيسي هو ده شغله الشاغل، فكرة أن أفريقيا على أهم أولويات مصر. تمام. يعني بشوف بقى ان ده مصر داخله في الموضوع ده من كذا زاويه، تحقيق التنميه الاقتصاديه،
زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي مصر تعتبر أحد الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر إن لم تكن أول هذه الدول، وخصوصا في قطاع رئيسي زي قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة سالي فريد، شكرا لحضرتك.